طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدشداشة البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول ما حدث في مدينة الدجيل يوم أمس. يعني مصدر أمني يوم أمس الأربعاء تحدث عن تفاصيل ما حدث في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، قال بأن 3 شيوخ تم اختطافهم جنوب قضاء الدجيل من قبل مسلحين مجهولين، كما تحدث هذا المصدر الأمني الذي تم يعني إعلانه من قبل العشائر هناك بأنها ميليشيا العصائب. ميليشيا العصائب قامت باختطاف 3 من مشايخ عشائر خزرج، وتم العثور على جثثهم فيما بعد قرب قضاء التاجي. بين هذا المصدر الأمني بأن عشائر الدجيل انتشرت على طريق الدجيل السريع ردا على ذلك، وأضاف بأن العشائر اشتبكت مع مسلحين على طريق سامراء الدجيل ما أدى إلى مقتل أحد أبناء العشائر، وأشار إلى أن قائد عمليات سامراء وقائد شرطة صلاح الدين وصل إلى قضاء الدجيل لفتح تحقيق في الحادث. تابع المصدر بأن قائد عمليات سامراء اللواء قوات خاصة ركن عماد الزهيري أكد بأن الطريق الرابط بين بغداد وتكريت مفتوح بإنسيابية كما يقول، لافتا إلى أن الطريق هو تحت سيطرة القوات الأمنية. من جانبه شدد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، لافتا إلى أن الوضع في صلاح الدين لن يستقر طالما هناك سلاح منفلت خارج إطار الدولة. البارحة مثل ما قلنا أنه صارت اشتباكات على إثر اختطاف ميليشيا العصائب لـ3 من شيوخ عشائر خزرج من قضاء الدجيل، تم اختطافهم قبل يومين، البارحة لقوهم مقتولين وذابيهم في قضاء التاجي. على أثر ذلك خرجت عشائر الخزرج وقطعت الطريق الرابط بين الدجيل وسامرة، وصارت اشتباكات بين الميليشيات وبين العشائر. بعدين تدخلت القوات الأمنية على أثر ذلك لفض هذا النزاع المسلح. طبعا قبل يومين يوم الثلاثاء قتل عقيد في الشرطة وشقيقة بهجوم مسلح كذلك قرب الدجيل. يعني كما تحدث مصدر أمني بأنه قال قتل عقيد في الشرطة وشقيقه بهجوم مسلح جنوبي صلاح الدين، وقال المصدر بأن مسلحين اغتالوا أحد الضباط برتبة عقيد المنسوب إلى مديرية شرطة الدجيل وشقيقة على الطريق الرابط بين الدجيل وبغداد. طبعا ازدياد حالات الاغتيالات خاصة على هذا الطريق في الفترة الأخيرة بحسب الإحصائيات الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، في الشهر الأخير زادت حدة هذه الاغتيالات والاعتقالات، وبعد ذلك يلقون المعتقل يعني تم قتله ورميه في مكان آخر، زادت في الآونة الأخيرة خاصة في الشهر الأخير. هناك رسائل تتحدث عن هذا الموضوع، يعني هناك رسالة يقول جرائم ميليشيا عصائب أهل الباطل كما أسماهم ضد أبناء شعبنا، قامت بقتل شقيق عقيد شعيب الخزرجي قبل شهر، ويوم أمس قاموا بقتل نسيب عقيد حسين وابن أخته، واليوم عند تشييعهم أي البارحة وبعد عودتهم من دفن أبناء قبيلة خزرج قامت عصائب أهل الباطل كما أسماها قاموا بخطف كل من أخوة الشيخ حسين عراك، وهم كل من الشيخ عباس وقاسم والشيخ عناد الخزرجي بعد نصب سيطرة وهمية لهم عند مشروع 14 رمضان بالقرب من المشاهدة، وتم تصفيتهم بعد ساعة من خطفهم، والآن طريق بغداد مقطوع. ده يتحدث عن البارحة، وقامت
قبيلة خزرج بالهجوم على مقر العصائب، وقامت العصائب بالرد مما أدى إلى مقتل 2 من قبيلة خزرج. والآن وصلت تعزيزات من بغداد وتمت السيطرة على الدجيل، والوضع متأزم جدا لكم الله يا عراقيين. يعني مصيبة أنه دائما يتم الخطف والتصفية على يد هذه الميليشيات، والحكومة تتحدث بأن حصر السلاح بيد الدولة، وأن الحكومة لا تقبل بأن يتم انتشار هذا السلاح بيد مسلحين. وبعد الحديث عن هذه الميليشيات يقول لك هذه الميليشيات هي تابعة إلى الدولة. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، وإذا كان هناك يعني من الدجيل من يسمعنا ممكن يعني يشرح لنا الوضع أكثر واللي صار بالتفصيل مع الشكر. على طاري الحديث عن الميليشيات، اليوم الاتحاد العراقي أعلن، الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن بأن المدرب السويدي سيفين غوران إريكسون تلقى تهديدا بحياته وحياة ابنته في حال قبل مهمة تدريب المنتخب الوطني. تخيل عزيزي المشاهد، مدرب سويدي يتعرض إلى تهديد من قبل الميليشيات في العراق إذا قبل تدريب المنتخب الوطني العراقي. خلونا نقرأ تفاصيل الخبر. يعني عضو اللجنة المكلفة بالتعاقد مع المدرب الأجنبي غالب الزاملي قال بأنه منذ بداية المفاوضات مع إريكسون أردنا أن تكون المفاوضات سرية حتى يتم توقيع العقد بشكل رسمي في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبعد ذلك يتم إعلانه على وسائل الإعلام. خلونا نرجع على هذا الموضوع، موضوع تهديد المدرب السويدي لكرة القدم. خلونا نستمع إلى معنا اتصال الغريري من بغداد. تفضل الغريري. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي إليك وكل العاملين في قناة الرافدين. حياك الله يا هلا بيك. الله يحييك أستاذ عمر. الحقيقة يعني السياسيين وبين قوسين السياسيين العرب، يعني خلينا نقول القذرين يا مع احترامي لحضرتك، هؤلاء عندهم أسلوب إذا كان هناك حدث كبير وقد يشكل تهديد لهم ينتقلون إلى افتعال أزمة في مكان آخر. فأني في اتصال سابق قلت لك أنا أخاف ليسوون تفجير مكان في مناطق الشيعة كبير وبعدين يسوون أزمة بين السنة وبين الشيعة، لكن تبين الآن أنهم فتحوا في جبهة جديدة مع السنة بقتل 2 من شيوخ العشائر الأبرياء. فهذا يعني طبعا البارحة أقول اليوم دا أقرأ على الفيس أنه معارك مستمرة بين الميليشيات وبين الأخوان السنة الموجودين في المنطقة. فإذا هي هذه طريقة قذرة وطريقة بائسة وطريقة يعني هي طريقة الصفوين، يعني زين أنه يفتعلوا هذه الأزمة في سبيل يصرفون أنبار الناس على مظاهرات الجنوب. لكن أقول لهم هذا تصرف سخيف وتصرف لا يمكن أن يغطي الشمس بغربال. الناس الآن كشفتكم غرفتكم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أستاذ عمر، يعني أقول بالنسبة لل يعني الشيعة لو يفكرون بعقلهم شوية، يعني مرة واحدة يفكرون بعقلهم، أنه يشوفون بمحرم الدولة تنفق المليارات من الدنانير على الزوار، مليارات والله، يعني في أحد سنوات اللي حكم بها المالك الكلب أجلك الله أنفقوا ما يقارب 20 مليار دينار إيراني على هذه ما يسمى بالأربعينية والمشاية وغيرها من التراثات. تسمعني؟ ف يعني هذه الأموال تسمعني أخ الغراري؟ أرجوك بدون أي تجاوز. لا لا العفو أستاذ عمر، يمكن أنا ما مقبول خاطر التعبير الله يبارك. نعم. فأقول هذه المليارات يعني لو أنفقوها على الشيعة في أوقات أخرى والله ما طلعت مظاهرة ولا بقت عطالة ولا بطالة ولا شباب خطية صايع بالشوارع. فالمفروض الشيعة يفكرون يقولون ليش ينفقوها بس محرم وبالأربعينية وبغير أيام تركينة؟ إذن هي وسيلة لتعميق الطائفية، وسيلة لأنه تخويف الشيعة ببعض آخر اسمه السنة، ولإظهار هاي الحكومة البائسة العميلة القذرة بموقف المناسب لقضايا الشيعة في حين والله هي تحتاج على دماء الشيعة وأشبه بالأجلك الله القراد الذي يعيش على دم الحيوانات. فهؤلاء أشبه بالقراد عايشين على دم الشعب العراقي.
اما استاذ العزيز عمر بالنسبه لقضيه تهديد المدرب هذه ليست غريبه، هذه ليست غريبه. البارحه دا اقرا هسه على موقع مركز اخبار العراق، شاب داخل احد الفنادق ونازل الى المطعم متعارك ويا حرس الفندق شامري من الطابق الخامس، حتى اسمه وصورته ذكريه بالفيس، والله ما هسه الان ما يحضرني. فاحنا في بلد المافيات يا استاذ عمر، يهددون السويدي ويهددون العربي ويهددون المسلم، ومن قبل سووا بالمسيحيين يعني في بغداد اللي قتلوهم واجروهم. فهؤلاء لا 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 ذمه لهم ولا ضمير لهم ولا حياء لهم ولا خلق لهم. هؤلاء فكرهم بائس، فكرهم هو فكر وثني، فكر ليس فكر اسلامي، مع بالرغم الشعارات اللي ترفعونها، لكن هؤلاء والله الاسلام منهم براء. لا اريد ان اطول عليك استاذ عمر وبارك الله بك. الأغرري من بغداد كان معنا اتصال ابو علي من الدجيل. ابو علي سولف لنا اللي صار بالدجيل، تفضل. السلام عليكم اخ عمر. عليكم السلام ورحمه الله. اخ عمر، هم اول انت سبقوا انكم خذوا مقدم وليد وخذوا مقدم اركان، يعني ما سبقوا انكم اللي خذتهم جهه العصايب. نعم. بعد قتل حسين فيصل، قتل حسين فيصل طبعا هذول وطنيين، ما اريد نقول حتى اذا يكونون شيعه والله يكونون غير شيعه، هذول وطنيين عراقيين اصليين. لا. من عشيرة خصرج. بعد ما خذوا هذول هم طبعا اللي قتلهم هو اقتيال، يسموها بالبدايه حتى خصرج ما اتهموا اي جهه للقتل. اقتيال جهه مجهوله وبس بالبدايه لحسين فيصل واخوه. نعم. من راحوا انزلوهم بالنجف ورجعوا السيطره مال 14 رمضان، السيطره هاي كان على العصائب. اخذت عناد محمود الهزاع، طبعا هذا شايب يعني ادم الكبير، هو رئيس فخذ يعني الشيخ عشيري يعتبر، وعباس عراك اخذوا هذول اقتلوهم. يعني الناس عرفت بين اللي كنت نفذ على ذولا هم جماعه العصائب. الو اسمعك ابو علي، اسمعك، ما اريد اقاطعك. الو ابو علي اسمعك، تسمعني؟ ايه العفو. بعدين تدرك عشيره شتلوا زلم اثنين بابنهم، وهذول اثنين النوبون شتلوا عشيره تفزعت، تعرف شنو النتيجه بسياراتهم. ابو العصايب اللي موجود بالمخازن مقابل الدجال قام يضرب عليهم بالاحاديه وانسفه، يعني قام يضرب عليهم بسلاح متوسط، قام يضرب عليهم، قام يرمي عليهم. من قام يرمي عليهم كتل اثنين من عندهم، واحد انجرح وواحد انكتل. اللي انكتل ارشد مندب والاخر انجرح. طبعا هذا ارشد هذا احد هذا خمايه ويا عضو مجلس محافظه ما صلاح الدين. نعم. احنا بس خلينا نجي ماشي ابو علي الله يخليك. الثلاث شيوخ اللي اختطفوهم العصاب اول البارحه صح؟ لو قبل اول البارحه انكتل عقيد حسين. تمام. هو وشقيقه. اول البارحه العفو ما اسمع لي. هو واخوه صح؟ الو عمر اسمعك ابو علي. ابو علي تسمعني؟ اسمعك استاذ عمر. نعم، احكي لنا بالتسلسل وحده وحده وعلى كيفك حتى نفهم. من انكتل تدري هي كل فتره ياخذون اغتيالات، ياخذون جهه مجهوله ما معروفه. نعم. اخذوا حسين فيصل اخو مشعان فيصل، هذا معروف سابقا. اخذوه انكتل هو واخوه. نعم. ما انتهمت اي، ما جاي اسمعك. ابو علي استمر بالكلام، ما يحتاج اقاطعك. يعني أبل... استمر، صوتك واضح. إيه؟ من استمر. كتلوهم لما انكتلوا ولا ما من انكتل حسين عقيد حسين واخوه. ما اتهموا والديها عشيرة خصرج، ما اتهمت اي ما اتهمت اي شخص. بعد ما دفنوهم ورجعوا السيطرة مال 14 رمضان، اقتلت النوب، اقتلت عناد محمود الهزاع، هذا طبعا شيخ عشيرة، يعني هذا الناس معروفين معروفين على مستوى كل صلاح الدين هذول الناس. نعم. اقتلوه هو وعباس العراق. فزعت تدري العشيرة، عرفوا هاي اللي اقتلتهم الجهة للسيطرة مال 14 رمضان، هم يسمونها السيطرة الوهمية، لا هي هاي سيطرة متحركة بسيفهم تابعة للعصابة. لما نفزعت العشائر الدجال تدري ثلث الدجال يا خطرج. لما نفزعت العشائر تدري تفهم استاذ شنو ابو الاحاديه. الو الو نعم. ابو الاحاديه اللي تابع للعصائب اللي موجود بالمخازن مقابل الدجال قام يرمي على العشائر، يعني يرمي رمي عشوائي، جرح اثنين من عندهم. نعم. وكتل اثناء الرمي كتل ارشد
الو اسمعك ابو علي. ومندي انكتل ومندي انجرح واشهد انكتل، يعني راح لذلك اللي انكتلوا الاولين النوب انكتلوا هاي بارها المغرب. نعم الو اسمعك ابو علي والله اسمعك. يعني جت قوة النوب، جت قوة من العصائر، قوة يعني شو نريد نقول كبيرة ولو مثل روح الدرات، جت قوة كبيرة دخل داخل الدجن، لا شرطة قدرت تحشيهم، لا حكومة، لا لواء 17 الموجود العسكري يقدر يحشيهم، أخذوا الدجن إي من البداية إي من نهاية الدجن، كلها رن يرمون فوق البيوت. طبعا هاي المناطق مسيطرة عليها سرايا السلام، حتى سرايا السلام سيطرت وسرايا السلام انهزمت. لما دخلت هاي القوة مال العصائب اللي جت عليهم من بغداد. نعم. يعني هيك استهتار ما صار. وطبعا قبل ثلاث ايام قلت لكم يا اهل الجنوب ترى احنا على نار وياكم، اهل الجنوب يا الفرات الاوسط احنا على نار وياكم، واسمعوا اللي راح يصير بعد هذا الامر. نعم ابو علي. ابو علي عندك شيء تضيفه؟ اكو هاي باستمرار، الاختيارات باستمرار. نعم. بس ماكو تواصل وياكم، بدنا نقولكم يوم ويوم اللي جايين كتل منو، يعني انكتل عديد ناس انكتلت، لازم خطه ما حد يعرف مصيرها وين صار. نعم زين، برايك انت ليش تم ماشي ابو علي، ليش كتلوا هذا العقيد بالشرطه؟ اخي هذا العقيد انا بقول لك وطني، هذا العقيد وطني ما ينجرف وياهم، واخوه كان من النظام السابق يعتبرونه هم مشعل جسر، كان يعني يصير فرع كاظميه سابقا وشابوا ما شيء يعني عمره فوق 80 سنه. نعم ماشي. وللشيوخ الثلاثه وكنت واخوه على موضوعه. تمام وللشيوخ الثلاثه واذا تسمح لي تفضل. دعوا بالبدايه اللي ضربوا صدام حسين ولو ما رد ادخل بهذا الموضوع، ايش قال الخطا اللي لبسوا انكتله، وقالوا ان ضرب صدام حسين ذاك الوقت هو تم تفليش بساتين صدام حسين، هذولاك انهزموا يعني جو من ايران قاموا يطالبون بحقوق لان هو تهجر بسبب صدام حسين، هذول الناس قالوا لهم لا احنا سببكم تفلشت بساتين وبيوتنا. ماشي زين، وللشيوخ الثلاثه؟ يعني الشيوخ الثلاثه حتى بعيدين عن قضاء الدجيل، اكو بال 15 كيلو عن قضاء الدجيل بس مجرد من عشيره خطرج. نعم بس وطنيين، انا بقول لك اشهد ما بالله وطنيين ما يقبلون على الطائفيه، هذه موجوده عندهم هاي في نفوس وما مقبوله الطائفيه عندهم، ما استطاعت تخسر الطائفيه. انا مسؤول عن كلامي في كل قضاء الدجيل، في كل قضاء الدجيل اهل الدجيل ماكو طائفيه، في كل عشائر الدجيل سواء خسرج او غير خسرج ماكو طائفيه، بس اللي تجي تعمل العصايب جاي تجي من غير جهه. نعم. مو من قضاء الدجيل، قضاء الدجيل ناس تعرف ناس ابدا عن جد. نعم وتأتي على العشائر المفرات، أتي على المدابة، أتي على كل العشائر جمال اللي موجودة هناك، خلوا خسروا بحيث وانفردوا بالساحة مع الأتي على هاي العشائر. نعم أبو علي من ووصيتي إلى جاسم القيس. نعم. جاسم القيس شيخ خسرج العام خلي راجع نفسه ولايم الجروح القديمة بينه وبين البحشمة في ناحية تثرب، وإلا راح يصير بيهم ترى عدد ما صار بالبحشمة من وراء ظل العقاد. نعم أني أشكرك أبو علي من الدجيل، كان معنا وتحدث عن ما حدث في الدجيل. معنا كذلك من الدجيل إسماعيل، تفضل إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خي عرض موضوع الدجيل من 2015. نعم. الاعتقالات هاي قلنا مي خالص على عين وراسي، خذوا ولما عزوا من خسرج ردت النوب هالساعة القتل هالساعة كله ضباط وفلح زين، طش الراس وفوت كله من خسرج زين. نعم. يعني يومية ثلاثة أربعة لا حكومة تحرك على هذا الشيء، لا محافظ، لا شيخ جاسم القيس هو قيس شيخ خسرج يتحرك متواطي زين، تجي هو من سامرة متواطين ويم الجيش ويم السيطرات يم الاتحادية. نعم. زين البارحة قتلوا يم الجيش أول بارحة زين. نعم. بالعبايتشي والبارحة راح بالجنازة وجوي تلقاهم خلوا ثلاثة هم قتلوهم زين، حد الآن ما نعرف مصيرهم. يعني ذول الشيوخ الثلاثة ليه أن كانوا بالجنازة
اعتقلوهم لو حشوا حشايه مثلا لو شنو؟ ما حكوا يعني شنو الحكي؟ ما حكوا. نعم. بس مجرد قبل اسبوع شهر اقل شهر قتلوا هذا العقيد بالمرور. نعم. زين اخوهم الثالث. زين البارحه اثنين وياهم شيخ وعقيد واخوه زين قبلها فلح، فلح تودي طماطه ومخضر زين للعلوه اللي هو كل البيع، البيع كله من الدجيل، الدجيل ام النفاق ام الدجل زين. يعني ما نريد بدون هاي الأنفاق. طشر راسه وفوت، طشر راسه وفوت، طشر والله والله هسه احنا غير والله هسه مو الدجيل لايتنا ما جانا صلاه، ما جانا صلاه زين ما جا نروح زين. يعني قلنا داعش هسه ارحم داعش، داعش ذاك هو مبين عدو ذاك هو مبين، بس هذا يلبس لك زي عسكري ويمشي بالشارع. نعم. يمشي بالشارع ويقتل. زين اسماعيل يعني حضرتك انت وابو علي قبل كم متصل من الدجيل يقول لك العصائب مستهدفه عشيره الخزرج، ليش؟ عصايب براس الدجيل المخازن يسموه المسؤول عليهم ابو باقر حجي باقر. زين انا هسه لو سولفت ايش قد راحوا من عندنا هوايه اعتقال وقتل. نعم. والله يمكن ما بالعشره قتل من الي قرابتي والله فلح ما يجون الفلح ما يجون بطاري بس كيف ذول مسؤولين زين جابوا طاري والله القتل صار بينا غير ما صاير كل العرب. ليش كل الاستهداف هذا على خزرج؟ يا اخي نفاق مع خزرج ما ادري نفاق هذا هاي يعني مساله طائفيه نفاق. شنو يريد يفرغون الدجيل من الخزرج شنو الموضوع؟ طائفيه اي سنه سنه راحت سنه راحت كلها راحت بس مجرد البارحه يعني ثلاثه راحوا من ذيك الطائفه كيف بحثيين قبيل ما ادري زين ينافقون وقتلون فيهم. نعم وهسه الوضع بالدجيل شلونه اسماعيل؟ الوضع مو زين، البارحه شيكوا على المخازن وجروا يا العصايب وضربوا واحد اقتلوه واحد صوبوا قوان. نعم زين. زين ليش ما الدولة الحكومة العبادي هذا تصير المشاكل طلعوا الميليشيات مقرات الميليشيات من الدجيل وخلي الشرطة والجيش يلزمها. عم البارحة جيارتك كان من بغداد عصايب طبوا الدجيل جتي على السيطرة الرئيسية الجنوبية مال الدجيل كتلوهم صفحة زين واستلموا السيطرة وبشوا بالدجيل على البيوت زين واخطبوا ثلاثة بالحشد كانوا يداومون خسرة كيف خسرة وخذوهم وطلعوا. عم ما عندنا دولة، دولة ما عندنا صلاح الدين، دولة ما عندنا. لا حول ولا قوة الا بالله. ما عندنا دولة، انتهينا بعد. انتهينا كله قتل وقتل وما نحكي، الدولة هسه الوزير الداخلي اليوم طب الفاتحة شو اللي يسوي؟ نعم. شو اللي يسوي؟ والله كل شيء ما يسوي. عمي هسه الدولة، الدولة الحشد، العصايب. العصايب. والله الخطف صار عندنا يعني كارثه، الخطف عروفه، القتل هسه القتل. نعم. يعني زلمه كبير يعني كبير عمر اقتلوه الطفل زين ويا ام هذا النقيب العقيد المرور ويا امه، والله اللي يطفر الدم على امه والله من يقتلونه كله بالراس. زين وابنه يضحك، والله ابنه طفل طفل عمره ست سنين وياه شايب عمره 50 سنه 60 سنه مودي حمل طماطه ثلاث قوطش وراسه ما حد يعرف شنو السالفه مالي، لا اكو دوله ولا اكو شتايه، كل الميليشيات تشتغل بالشارع لا حول ولا قوة الا بالله، الله يعينكم والله يفرج عنكم يا رب. اسماعيل من الدجيل كان معنا وكذلك تحدث عما حصل في الايام الاخيرة من خطف واغتيالات في قضاء الدجيل. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. كذلك في موضوع الدجيل، طالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم بإخراج كافة فصائل ميليشيا الحشد من المحافظة بعد أحداث قضاء الدجيل يوم أمس. الكريم قال بأن الأمن في محافظة صلاح الدين لن يستتب ما دام السلاح منتشرا خارج سيطرة الدولة، كما أن وجود الفصائل المسلحة داخل المدن يخلق أزمات متعاقبة من الصعب تجاوزها، لافتا إلى أن قضاء الدجيل بحاجة إلى دولة قوية وليس لجماعات مسلحة تعمل لأجنداتها الخاصة. كانت طبعا الشبكات مسلحة كما أشرنا اندلعت بين عشائر الخزرج وميليشيا العصائر في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين على خلفية اتهام الميليشيا باختطاف وقتل 3 من شيوخ عشائر المنطقة. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك والقناة الرافدين. حياك الله، يا أهلا بك أستاذ عمر. يعني هي أسئلة تفرض نفسها، يعني أريد أسأل بس الحكومة إلى متى تبقى ساكتة عن الميليشيات المجرمة المرتبطة أساسا بإيران وتسمح لها بأن تخطف وتقتل؟ بعدين هي وين وزارة الداخلية؟ وين اللي يسموهم القوات الأمنية اللي من أولوياتها حماية المواطنين؟ يعني هو العبادي اللي يريد يضرب الفاسدين بإيد من حديد، ليش ما يضرب الميليشيات اللي تعيس بأرض العراق فساد؟ وإلى متى تبقون يا حكومة تهتمون بيهم حتى تبقون محافظين على مناصبكم؟ يعني كل الشعب أستاذ عمر، كل الشعب العراقي ضاق ذرعا بهاي الميليشيات. ووين قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة؟ يعني أسا والله العظيم أتحدى العبادي أو أي مسؤول بالدولة أن ينتقد مجرد انتقاد لأي فصيل من هاي الميليشيات. وبس أريد أسأل هم الشعب، أقول له أنت ليش ما تطالب السيستاني بإلغاء الحشد؟ مو هو اللي أفتى بتأسيسه بحجة قتال داعش؟ هسه مو أعلنت الحكومة بأنها قضت على تنظيم داعش وانتهت داعش من أرض العراق؟ ليش باقي هذا الحشد؟ والسيستاني والمرجعية كل الزين يعرفون بالجرائم اللي يقوم بها الحشد وبقية الفصائل المسلحة الموجودة. يعني بس أريد أفتهم إيش وقت راح توقف المرجعية بجانب هذا الشعب؟ يعني ينتظرون إلى أن ينتهي ثلثين الشعب العراقي على إيد هاي الميليشيات؟ يا شعب العراق، لأجل الله افهم بأن عدوك الرئيسي هو المرجعية من أول فتوى إلهم إلى آخر فتاواهم. وإذا راح تبقى تتبع المرجعية راح تستمر تعاني من الضيم والقهر والاعتقالات، وراح تبقى تعاني من جرائم قيس الخزعلي وهادي العامري ومقتدى الصدر وغيرهم وغيرهم. الشعب يقتل ويدمر والأحزاب مشغولة تريد تشكل حكومة اللي هي بالتأكيد ما راح تقدم أي شيء يفيد الشعب. منو راح يأخذ بحق اللي قتلتهم هاي الميليشيات إذا الحكومة عاجزة عن ردعهم؟ يعني التهديدات مال الميليشيات يعني وصلت يا أستاذ عمر حتى للمدرب اللي يتعاقده وياه حتى يدرب المنتخب. شنو هاي الفوضى اللي تصير؟ يعني القضاء حاكم والدارسين والبقية على ما يدعون بأنهم ارتكبوا جرائم بحق أهل الدجيل. هسه منو راح يحاكم هاي الميليشيات وبنفس المنطقة اللي هي منطقة الدجيل؟ فوضى عارمة أستاذ عمر، فوضى عارمة دا يعيش بها العراق. الشعب كله خايف من هاي الميليشيات والمرجعية ساكتة والحكومة ما تقدر تتحرك لأن الميليشيات مرتبطة ارتباط مباشر بإيران، أوامرهم تجي من إيران والأوامر غصبا على الحكومة العراقية تنفذها مهما تكون. حتى إذا يقتلون ثلثين الشعب مثل ما قلت لك لازم ينفذون أوامر إيران لأن هم سلموا البلد كله بإيد إيران. ولا شنو هذا قيس الخزعلي حتى يتحكم بمصائر الناس؟ شنو هذا العامري اللي يتحكم بمصائر الناس؟ شنو هذا مقتدى الصدر وغيره 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 يتحكمون بأمور الناس؟ إلى متى يبقى الشعب مذلول بوجود هذول هاي الطغمة الفاسدة اللي سلطت على رقاب هذا الشعب؟ ما يفيد أستاذ عمر، وخلي يفهم الشعب، ما يفيد إذا مو ثورة عارمة من كل طوائف الشعب مليونية على المنطقة الخضراء، قلعهم قلع تام وإلغاء البرلمان وإلغاء هاي الميليشيات الموجودة اللي دا تقتل وتخطف وتسلب وما خلت شيء ما سوته بأرض العراق. إذا ما يصير هالشي هذا ما راح يستقر العراق ولا راح يأمن المواطن على نفسه حتى إذا كان قاعد بنص بيته وقافل عليه كل الأبواب. هذول الناس مجرمين يجود تدمير هذا الشعب، ومع الأسف ساكتينهم لحد هسه ومخليهم براحتهم. هل يطلعون ويشوفون شلون راح يحرجوهم وشلون راح يخلعوهم قلع؟ ما حد يوقف وجه الشعب إذا أراد أن يعيش عيشة بكرامة.
وشكرا جزيلا لحضرتك استاذ. شكرا ابو ناصر من تركيا كان معنا. خلونا ناخذ مقطع يتحدث به الناشط مصطفى الصافي عن وجود صراع بين ميليشيات الحكمة والمجلس الأعلى بشأن عائدية اللواء الثامن في ميليشيا الحشد الذي استولى على أراضي في مناطق البعيثة بأطراف بغداد. الصافي قال بأن الميليشيات بدأت تتصارع وخصوصا في اللواء الثامن الذي يدور أكثر من 10 مليارات دينار شهريا، مؤكدا أن حيدر العبادي لا يستطيع حل الصراع المتنامي بين هذه الميليشيات في البلاد. خلونا ناخذ هذا المقطع. جتكم الآن الفتنة الأخرى، راح يتكاتلون. مشكلة اللواء الثامن ما تنحل، صاير طلاب الآن بين الحكمة والمجلس، لا تخلون الزعاطيط يتملعبون بها. حيدر العبادي وأبو مهدي المهندس وحتى المرجعية خلي تسمع، تدخلوا انهوا هاي الفتنة، لأن راح تصير معركة بين الحكمة وبين المجلس على 10 مليارات واردات هذا اللواء اللي الحكيم يقول لولا إن أجوا حكيميين، والمجلس يقولون لولا للمجلس. لك يا مجلس ولا حكيم، لولا أبناء العراق. والسيد السيستاني أفتى هاي الفتوى، الساعة ابتلى صارت تجارات وراح تصير دماء وتهديدات أيها الشعب العراقي صايرة بين ذولا وذولا على هذا الفوج اللي هاي بمناطق البعيثة، وهاي أراضي مشترين وأملاك واستثمارات، هاي الدر شهريا 10 مليار. معنا اتصال أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد تسمعني؟ أبو أحمد؟ الظاهر ما يسمعني أبو أحمد. طبعا كذلك صحيفة الفاينانشال تايمز يعني حذرت من اتساع هيمنة ميليشيا الحشد في العراق على غرار هيمنة ميليشيا حزب الله في لبنان. الصحيفة قالت في تقرير لها بأن هذه الميليشيا باتت تسيطر على جوانب متعددة من الاقتصاد العراقي، كما بات منتقدوها يخشون من تحولها لحزب الله آخر داخل العراق. كما وأكدت الصحيفة أن تلك الميليشيات تعد وكيلا إيرانيا قويا في العراق، فضلا عن كونها قوة تخريبية تعمل على إذكاء التوتر الطائفي في البلاد. دراسة كذلك دراسة لمجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل قالت بأن حكم ميليشيا الحشد في العراق توسع مقابل ضعف كبير في مؤسسات الدولة. أوضحت الدراسة بأن الميليشيا تعمل في السياسة وكذلك في مجال الأمن، كما شكل زعماؤها كتلة انتخابية، بالإضافة إلى تدخل الميليشيات في المجال الاقتصادي بتنافس مباشر مع مؤسسات الدولة، لا سيما في المناطق التي تم استعادتها من تنظيم داعش. أبو أحمد من صلاح الدين عاود الاتصال معنا، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا الله نباشت عن عمر، شلونك؟ يا هلا بيك، الله يسلمك، تفضل. والله صار بالنسبة لحادثة الدجيل هاي مو أول مرة. نعم. يمكن عندكم معلومات والعراقيين عندهم معلومات. قبل فترة شهر قتلوا العميد أبو المغور، عالي من الأشخاص اللي راحت للفاتحة. شخصياً عالي كنت بالفاتحة. نعم. فكان الاتهام على ميليشيا العصائد من أهل الفاتحة وغير أهل الفاتحة، وفي قضاء الدجيل وقضاء بلد وقضاء سامرة قضاء تكريت، كل الاتجاهات والاتهامات هي على الميليشيات المتواجدة في صلاح الدين. نعم. في نفس الأثناء وراء فترة خطفوا 2 من ناحية الإسحاقي. نعم. وبعد فترة خطفوا 1 من سامرة، وهاي الحادثة اللي صارت قبل يوم بالدجيل هي من قبل ميليشيات العصائد مدعومة إيرانيا. جميع الميليشيات المتواجدة في كل المحافظات، هم طبعا متواجدين بالمحافظات الغربية أكثر من بغداد للمحافظات الغربية، لأن في جنوب العراق ما يجون عليهم، وهم جاجي يقمعون المظاهرات بالجنوب ويقتلون المتظاهرين بالجنوب، لأن أخواننا أهل الجنوب وشعبنا وأهلنا عرفوا الحقيقة أن الميليشيات مدعومة إيرانيا، وجميع قادة الميليشيات الإرهابية
على شاشة التلفاز يقولون نحن نقاتل في سبيل إيران والإمام خميني. على جميع الفضائيات، حتى قالوا لأحد الأشخاص واللي هو البطاط، قالوا إذا سير حرب بين العراق وإيران ويا من القاتل؟ قالوا قاتل ويا إيران ضد العراقيين. نعم. وهذا معلومة كل الشعب العراقي، ومو بس كل الشعب العراقي، لجميع شعوب العالم. زين أبو أحمد، برأيك يعني الوضع بالعراق ومظاهرات ومثل ما يقول على صفيح ساخن الوضع بالعراق، ليش هاي الميليشيات، ميليشيا العصائب تستهدف شريحة مهمة وناس معروفين في قضاء الدجيل أو في المناطق القريبة منها؟ برأيك ليش بهذا الوقت؟ أولا الخلاص من الوطنيين والشرفاء الذين يريدون أن يحرروا العراق ويطردوا جميع براثن الاحتلالين الإيراني والصهيوني الأمريكي. هناك مؤامرة كبيرة على بلدنا، يجب على العراقيين التكاتف بدون مسميات، لأن إحنا كوطنيين يعني عيب على عراقي اليوم يقول أنا شيعي، أنا سني، أنا مسيحي، أنا كردي، أنا عربي. لا، إحنا كشعب اليوم صار لنا 16 سنة، هاي السنة 16، وشبابنا جاي يذبحون يوميا من قبل الميليشيات. حتى قبل تأسيس ما يسمى بالحشد الإيراني، هو الميليشيات الإيراني هم نفسهم كانوا يقتلون، ووجدنا الكثير من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش واعترفوا اعتراف رسمي، تدربوا في إيران وهم إرهابيين مدعومون من قبل إيران. وعندما أتى داعش وأتت الميليشيات الإيرانية فوجدناهم يعملون في الاستخبارات الميليشياوية الإيرانية الإرهابية، وأنا مسؤول على كلامي وأعرفهم وعند حتى بيوت. نعم. اليوم استهدفوا الدجال في سبيل يثيرون الفتنة، ولعنة الله على من أيقظ الفتنة، يريدون من نيل السنة والشيعة الإسلامي كل الشعب العراقي، أرادوا أن يثيرون الفتنة بين السنة والشيعة في قضاء الدجال. نعم. وبعد لأن غالبية أهل الدجال هم الشيعة والسنة، بلد شيعة وسنة، فهم يتصيدون بماء العكر، وهذا رسالة لكل شعبنا ولكل شريف بالعراق. اليوم يمررون الفتنة الثانية أو الثالثة بزعامة حزب الدعوة والميليشيات القدر الإيرانية الميليشياوية الإرهابية. نعم. على الشعب العراقي، وهاي آخر فرصة لكم، صار لنا 16 سنة توحدوا وحطوا يد بيد، ترى شعبكم ماكو أطيب منا، وشعبكم يفتخر به كل العالم مو بس العرب، حتى اليهود يفتخرون بتكاتفكم ونقولكم وإسلامكم العظيم. فارجعوا ارجعوا إلى أخوتكم وأهلكم وحطوا يد بيد، ترى المؤامرة كبيرة على العراقيين، المؤامرة كبيرة، فاتحدوا يا شعبنا في العراق. والله إذا ما اتحدتوا الإيرانيين الفرس العجم ناويني وباتفاقية صهيونية، خاصة العراق جمجمة العرب العمود الفقري للعرب والمسلمين، إذا اتحدتوا واتفقتوا سوف ينتهي الإرهاب في جميع الدول العربية والإسلامية. نعم. ومصدرها إيران الفرس لعنة الله عليهم وعلى من يتبعهم إلى يوم الدين. أبو أحمد من صلاح الدين كان معنا، شكرا لك. نقرأ رسالة واتساب يقول: السلام عليكم، شعار الأحزاب الطائفية الميليشياوية منذ عام 2003 هو فرق تسد، هذه الأحزاب والميليشيات ستقضي على العراق وكل وعلى كل وطني يا عشار العراق، تذكروا ثورة 20. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز عمر، والله ما لم يتم تحييد العمائم بكل ألوانها سوف ينحدر العراق من سيء إلى أسوأ، فمن يؤجج الطائفية هم العمائم والسياسيين الذين يقفون خلفهم محمد الفارس. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، تحية لك أخي عمر، بالنسبة لاتحاد الكرة هم نفسهم قاموا بالتهديد السيد إريكسون حتى يأخذون الفلوس لهم
المخصصة لمدرب منتخب العراق. لقد حدث هذا قبل 3 سنوات مع المدرب البوسني جمال حاجي عبد الخالق مسعود. يقول جمال حاجي بعدين يقول عبد الخالق مسعود كما يقول دمر الكرة العراقية، يملك لا يملك المؤهلات، انتخبوا على حساب عدنان درجال ويونس محمود وأحمد راضي، انتخبوا لينهبوا معك سامي من هولندا. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. أبو السلام عمر. عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر بس أنطيني مجالي، خليك أول أتقاطعني. تفضل. طبعا أنت تعرف أكو منهج بالعلمانية يسموه إباحية، فتوى الجهاد الكفائي اللي طلعها السستاني هاي فتوى الجهاد الإباحي، أنت مباح إلى كل شيء يا شيعي أن تقوم به. وانتوا شفتوا من قاموا أهل الأنبار بالمظاهرات والاعتصامات زين اللي صارت، بعدين سووا عليهم مسرحية، مشهد مسرحية داعش، هذه المسرحية ترى مرتب عليها من سجن أبو غريب، يبالكم خاف يحدد عن مقتل عن جماعة أكو خليفة زين. هذا الفتوى الجهاد قسما بالله العظيم رجعت إلى كتب الشيعة كلها من خلال الانترنت ودكيت عليها، فتوى الجهاد الإباحي ما لقيتها، ما لقيتها. ذبها براس سيدنا علي بن أبي طالب. ليش ذبها براس سيدنا علي بن أبي طالب؟ هذول أجلكم الله كلهم بايعين مخلصين زين. هو يعرف إنه الحديدة حارة على إيران زين، كل الدين يعرف، يقول لك أنا أخسر حياة وأموالي بالمليار بريطانيا، لا والله بيع إيران وحافظ على نفسي وعلى مكانتي وعلى أموالي اللي باقية، فأصر هذه الفتوى نفصل من عجها زين أستاذ. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يعلم ان الامه ستمر باضعف حالاتها لكن ذكرها بالقران، ماذا قال؟ قال لا تعد لهم، انا نعد لهم عدا عدا. هذا في حال ضعف الامه يا استاذ عمر، عندما تمر باضعف حالتها هو يعد لهم زين، يعد لهم انا نعد لهم عدا عدا. هو هسه تشوف الطمع الصاير بيناتهم اللي هو الثامن وهذا، وحتى المعارك اللي راح تحصل بيناتهم راح تشوفها، راح تصير بفلس الدم راح يمول الركاب يوصل، وإن فيه للرقبة يعبر حتى الراس أستاذ. هذا أمر رب العالمين، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يمكرون ويمكر الله. شوف رب العالمين إنه بالمرصاد، إنه ربك بالمرصاد زين أستاذ عمر. شوف خلي الشيعة تقوم من مكانها، لا المرجعية هي اللي قومتهم ولا القيادات الشيعية هي اللي قومتهم ولا الأحزاب الشيعية ولا الميليشيات، رب العالمين هو اللي قومه، هو اللي ضربهم براسهم سوسية مقوار، قال لهم قوموا اصحوا، هو اللي يعدلهم عاد زين أستاذ عمر. فكذلك الآن يريدون يصرفون النظر عن هذه المشاكل اللي تحدث بيناتهم، يخلوها الدين أهل السنة على أساس تعالوا احنا راح نسوي. لا ما تفيدك يا قيس، يا قيس بالقرآن اللي يسهلك بالشوارع تحت انت وهادي وغيرك وغيرك وكلكم اللي طلعتوا. بس اريد اسال واثق بطه وينك انت وعدت الشيعة انه راح تدخل للحجاز وراح تدخل للمكة وللمدينة؟ قلت خلال اشهر، هاي فاتت سنة وسنتين ما دخلت يا واثق، يا 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 كافر يا زنديق، ما دخلت لا انت ولا اتباعك دخلوا. هاي تدخلون تديش وقت حتى بالعلامات العشرة من يخرج الدجال الاعور اللي هو ربكم زين، من يخرج داخل الوقت توصلون إلى أطراف المدينة وأطراف مكة. أبو عمر بن السليمانية كان معنا. خلونا نقرأ هاي الرسالة من هولندا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من قناتكم الكريمة فضح ما يجري في القنصلية العراقية في لاهاي الهولندية من ممارسات تزوير وفساد وابتزاز للمواطنين العراقيين والشركات الهولندية التي تأتي لتصديق معاملات، حيث يشرف الشخص كما يقول بحسب المرسل الشخص الثاني المدعو محمد حسين الموسوي والقنصل عمار وبعلم السفير المدعو هشام علي أكبر العلوي على عمليات المساومات وتزوير الوثائق مقابل مبالغ يستحصلون عليها من خلال سماسرة مؤسسة الكوثر المدعومة إيرانيا والتي مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، مما أثار غضب الجالية العراقية التي قررت التظاهر يوم الأحد القادم على تلك الممارسات المفضوحة التي يقوم بها
السفير وحاشيته من حزبي الدعوة المؤتمر الوطني التابع لأحمد الجلبي. الرجاء من قناتكم الكريمة التي تصدح بالحق فضح هؤلاء المجرمين، بارك الله بكم. هذه رسالة مرسلة من هولندا بحسب المرسل طبعا هو أرسلها، وهذا يعتبر يعني شلون نقول رأيه أو تعليق على موضوع. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة، السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أولا أترحم على أرواح الشهداء، الله يرحمكم ويحسن إليكم ويجعل دماءكم نعلة على كل ميليشياوي وكل خاين للوطن، وندعو الله عز وجل باشتفاء لإخواتنا الجرحى والإفراج لإخواتنا الأسرى، أسرى الحرية والكرامة والإنسانية. أما يتيجي بالنسبة دي عصابة استعمار المجرمة دي ما منعاش راجع أبدا، لا من فوق ولا من تحت، ولا عندهم مطال، ما عندوش يا سيدي، ما عندوش أصلا حاجة يقدمها. يقدم إيه؟ مجرم جابوا الاستعمار ونصبوا، لا عنده فكر ولا عنده رؤية ولا عنده إدارة وما عندوش حاجة خالص، ده مجرد كلب، مجرد كلب مغيب ما عندوش عقل، بيشيله من هنا يحطه هنا يحطه هنا يستخدمه زي الشطرنج. فأنا بطالب الشعب يا راجل يصعد القصة، لأن كده كده ميت، ما أنت هتموت من الجوع والفقر والعطش والتدمير والقهر. فأنا من رأيي يعني أنا لا أدعو للدماء ولا أدعو للقتل ولا ندعو للجريمة أبدا، إحنا ندعو للإنسانية وللرحمة وللحب والاستقلال الوطن، لكن دول لا يمكن يجب الزوج والأدب، دول لازم ينضربوا بالقنبرة، بالقنبرة على وجوههم ووجوه أبوهم ووجوه الاستعمار المجرم اللي جابهم ونقصدهم عشان يزرعوا الفتنة في أوطاننا. إحنا أهالينا عارفينهم كويس، أقسم لك بالله عارفينهم كويس، عارفينهم أكثر من أي حد، عارفينهم في جميع المحافظات، عارفينهم إن هم أساسة العالم وصلنا على التاريخ، عارفينهم إحنا هنا في مصر وعارفينهم كويس، عارفين إن أمريكا يبيعوا وطنهم، لكن المجرمين والميليشيات والتنظيمات كتر خيرهم، كتر خيرهم 15 سنة بيدفعوا كل يوم شهداء، مفيش يوم حتى من غير شهيد، مفيش يوم حتى من غير كتر، فأنا عاقل، والدولة العربية مقفلة، كل حكام العرب الخونة أكيد من ستهم أمريكا. لازم يجوا ورثتهم ترامب يبوسوا ايديه، ما عندهمش رؤية يا رخيم، هم متفقين مع النظام الايراني والامريكان على قتل الشعوب ونشر الفساد في الارض، فاحنا من واجبنا النهارده كشعوب نخرج نحرر وطننا ينموت بكرامه في وطننا، وعاش العراق حر ابي شامخ غصب عن اي ميليشياوي مجرم صايع ساقط. وشكرا. مصطفى السيد من مصر كان معنا. نقرا الرساله الاخيره، يقول كل العراقيين معولين على المتظاهرين لإرجاع سيادة العراق، وإلا الروح بالرجلين يا أبنائنا، استمروا وإلا خسرنا عراقنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي ركزنا فيها على موضوع الدجيل وما حصل من اغتيال لثلاثة من مشايخ عشيرة الخزرج بعد اختطافهم قبل يومين، كما تقول المصادر بأنهم على يد ميليشيا العصائب، وبعد ذلك حدث صدام ما بين عشائر الخزرج والعصاب وقع فيها قتلى وجرحى. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.